عارفين ان فصل الصيف هو فصل المتاعب خصوصا للبروستاتا، تمام. وعارفين ان اكتر نسبه كبيره، مش عارفه قد ايه بالظبط، من الشعب المصري بيعاني من البروستاتا والمشاكل، مشاكل الجهاز البولي والتناسلي. تمام كلام حضرتك. طيب خليني ابدا مع حضرتك بسؤال. المريض في البيت ساعات كتير بيشتكي، لكن هو مش عارف هو ايه سبب الشكوى. عارفين ان البروستاتا هي من اصعب الحاجات اللي بيبقى محتاجين فيها دقة شوية، ومحتاجين يعني فيها كمان مشاكل كتيرة. كلام سليم. طيب انا كمريض قاعد في البيت وحصلت لي مشكلة، ازاي اعرف ان الاعراض اللي عندي دي هي اعراض بروستاتا؟ تمام. انا اكيد هبدأ. في اعراض بتظهر. تمام. اتفضل. هبدأ من كلام حضرتك، بتقولي نسبة كبيرة جدا من المصريين عندهم مشاكل في البروستاتا. الحقيقة نسبة كبيرة من الرجالة، مش المصريين عموما، وورلد تمام. وايد يعني على مستوى العالم. اوكي. الحقيقة أي راجل بيعدي 45 سنة هو مرشح ان يبقى عنده تضخم حميد في البروستاتا، او بمعنى اصح كلهم بيجي لهم تضخم حميد في البروستاتا، بس نسبه كبيره منهم هي بس اللي بيجي لها اعراض. يعني طب في هي دي نسبه، ليها اسباب مثلا؟ هو اولا الجينيتيك بريديسبوزيشن، يعني هو بحكم الجين كونه ذكر فهو عنده بروستاتا هتنمو وهتكبر تدريجيا فتبدا تعمل اعراض عند سن ال 45 سنه. تمام. خلاص؟ دي حاجه. فالحاجه الثانيه ان الناس حتى اللي ما عندهاش اعراض هي عندها تضخم في البروستاتا بس مش عامل اعراض او مش عامل مشاكل. تمام. تمام. عشان بس الناس تبقى فاهمه هي البروستاتا دي تطلع ايه، او ايه هي البروستاتا دي. البروستاتا دي غده، تمام، ربنا حاططها على مجرى البول عند الذكر عند عنق المثانه. يعني لو قلنا ان في مثانه خارج منها مجرى الميه، عند نقطه خروج مجرى الميه او الانبوبه اللي بيمشي فيها البول عند الراجل دي موجوده غده البروستاتا. ليها وظيفتين اساسيتين. الوظيفه الاولانيه ان غده البروستاتا دي ساعه الجماع او ساعه نزول السائل المنوي بيبدا ينزل جزء من الافرازات من غده البروستاتا. الافرازات دي ضرورية أو نقدر نقول حيوية عشان الحيوان المنوي ده يكمل رحلته. يعني بدون غدة البروستاتا الحيوان المنوي غير قادر على أنه يكمل رحلته لحد ما يتم بقى العملية الإخصاب والإيه والطريق بتاعه أو القدر اللي هو ماشي فيه. الوظيفة الثانية لغدة البروستاتا والناس كتيرة ما بتبقاش بتبقى غافلة عنها، إن ساعة العملية الجنسية أو ساعة الجماع غدة البروستاتا دي بتمتلئ بالدم فتقوم تقفل مجرى البول. لما بتقفل مجرى البول هي هنا قفلت المثانة، فما بيتدفقش البول اثناء نزول السائل المنوي، ودي حكمه ربانيه كبيره جدا ان غده البروستاتا هي دورها الاساسي كده. طيب لما بيحصل بقى في الظروف العاديه في غير وقت العلاقه الزوجيه ان البروستاتا دي تكبر او تتضخم، لما بتتضخم هي بتقفل مجرى البول فبتبدا تظهر الاعراض اللي احنا بنشوفها. بصوره ايه بقى الاعراض دي؟ اول حاجه البروستاتا كبرت فقفلت مجرى البول فنلاقي الميه بتقطع، المريض مش قادر ينزل البول. يعني يجي الراجل الكبير اللي عنده 45 او عنده 50 سنه يعمل دوره الميه او يتبول يلاقي البول نازل بيضغط عليه جامد، او هو محتاج يضغط على بطنه او بالبلدي كده يحزق علشان البول يتحرك. دي رقم واحد. رقم اتنين البول نازل باحساس كبير جدا من الحرقان، في حرقان جامد في الميه علشان البول يعدي. رقم ثلاثة المريض البول بيجي نازل يقعد يقطع، يحصل تقطيع في البول علشان خاطر ايه البول يتدفق او البول ينزل. نلاقي المريض بعد ما عمل او تبول او حصل خروج للميه يجي بعد 10 دقائق تاني مزنوق عايز يرجع تاني، تمام؟ نلاقي المريض بيقوم بالليل بالذات فترة بالليل دي، لان هو بالليل بيبقى البول مركز قوي في المثانة فبيبدا مثلا تتملي حاجة بسيطة يقوم عايز يصحى بسرعة عايز يخرج. لو تم اهمال الموضوع، يعني في ناس بيجي لهم الاعراض دي وبيتكاسل عنها، يبدا بعد كده يقعد مثلا سنه سنتين يبدا يظهر عنده اعراض تانية في صوره انه مش قادر بقى يتحكم في الميه، انه يعني الميه جاله احساس ان المثانه اتملت، في خلال ثواني تلاقي الميه بدات تجري منه، تنزل نقط منه، لان هو المثانه بدات تتعصب عليه، بدات تتنرفز، مش قادره تفضي ميه، مزنوقه، نفسها مكتوب. يعني بمعنى اوضح طفح الكيل. طفح الكيل بالظبط زي ما حضرتك بتقولي كده. طيب. يبدا بس ده مرحله متاخره شويه متأخرة. من الاعراض اللي هو بيسيب نفسه فتره طويله، لحد ما بيوصل بعد كده بقى ان الميه دي بترد على الكلى، بعد ما كل ده انا بتكلم المريض ما اتحركش فبيحصل كذا. لو المريض ما اتحركش عند مرحله ان الميه بدات تفلت تبدا الميه ترد فوق على الكليتين فتبدا تعمل مشاكل بقى اكتر، ان وظائف الكلى دي تبدا تتاثر يبدا يحصل تضخم في الكلى. طيب.